سنذهب مع زميلة وهيبة بوحليس إلى جولة سياحية مع معالم ولاية نزوة في سلطنة عمان. إذن المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. كانت عاصمة لسلطنة عمان في عصور الإسلام الأولى، عرفت قديما بكثرة علمائها ومفكريها حتى سميت بيضة الإسلام. إنها ولاية نزوة العمانية. لابد للعابرين على هذه المدينة أن يلاحظوا شموخ قلعة نزوة التي كانت تقف حاجزا مانعا يصد المعتدين والطامعين في دخول أسوارها. قلعة مستديرة بنيت في القرن 17 ميلادي، تروي لنا جدرانها بطولات العمانيين أمام غزو البرتغاليين. في الجهة المقابلة يقع سوق نزوة، هنا تختلط روائح السلع المعروضة مع أصوات الباعة. ليس بعيدا تشق أفلاج دارس والخطمين طريقها بين البساتين والمنازل، تسقي الزرع ويعتمد عليها أهالي المدينة في حياتهم اليومية. لم تندثر عادة اعتماد العمانيين على مياه الأفلاج منذ مئات السنين وحتى يومنا هذا، إلى أن تم تسجيل بعضها في منظمة اليونسكو. فلج الخطمين وفلج دارس وكذلك بركة الموز هي أهم معالم مدينة نزوة والمناطق المحيطة بها. على بعد أمتار تتوسط واحات النخيل المتشابكة الجبل الأخضر. عرفت المساحات الخضراء ببركة الموز، فقد وفرت كثرة المياه بيئة خصبة شجعت سكان المنطقة على زراعة مختلف الأشجار حتى الموز. ساحرة هي نزوة وبسطاء هم سكانها، ترحب بالغريب وتودع القريب، وهكذا هي عمان.